نحن جيل من ربا عبد العزيز عبد العزيز قائد التوحيد بالعزم الأكيد الأكيد قد حملنا العلم نبضا في الوريد لنري الدنيا من العقل الجديد منك جامعة الملك عبد العزيز منك جامعة الملك عبد العزيز فبإسم الله نبدأ قبل لم نصنع الدنيا ونرتاد القمم قد رسمنا بالهدى قبل القلم صورة الأمجاد مفتاح الأمم منك جامعة الملك عبد العزيز منك جامعة الملك عبد العزيز بيرق الشكر لأمي و... بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. بسم الله القائل علم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي أوتي جوامع الكلم وصاحب الكلم الطيب وعلى آله وصحبه وسلم. سيداتي وسادتي، حضور لقائنا العلمي الشهري الخامس بعنوان النظام الصحي السعودي الواقع والمأمول، والذي سوف يتحدث فيه كل من سعادة الدكتور هشام بن محمد صالح ملياني وسعادة الدكتور حسين بن محمد برعي. فسعادة الدكتور هشام بن محمد صالح ملياني هو عراب قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات وصاحب الفضل الأول في إنشاء مسار الخدمات الصحية والمستشفيات بقسم الإدارة العامة، وكذلك برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بمساعدة جميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة. كما أن سعادة الدكتور حسين بن محمد برعي يعتبر الداعم اللوجستيكي، وبموجبه نتطرق لسيرة الدكتور هشام محمد صالح ملياني. الوظيفة الحالية لسعادة الدكتور هي أستاذ مشارك بقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، المشرف على برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات. حصل على درجة الدكتوراه في عام 1983، وحصل على شهادة التخصص في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات عام 1994. من اهتماماته في الشؤون الأكاديمية والتدريبية والتعليم العام والخاص وإدارة وتمويل المنظمات غير الربحية، إعادة الهيكلة التنظيمية، إعادة البرامج الأكاديمية، إعداد الأنظمة وتقديم البرامج. يعمل حاليا كعضو ومدير إدارة المجلس العلمي بالجامعة، له الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة في المجالات المتعددة، منها على سبيل المثال العوامل المؤثرة في العمالة الصحية غير السعودية في وزارة الصحة، محددات القوى العاملة الصحية السعودية في وزارة الصحة، التأمين الصحي في الدول النامية، دراسة مقارنة لعشر دول، نقل التقنية الطبية للدول النامية أساس قرارات ميزانية وزارة الصحة. فليتفضل سعادته مشكورا بإلقاء محاضرته الأولى عن النظام الصحي، وبعد ذلك سوف يتطرق عن النظام الصحي في المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر الدكتور عمر، وأود أن أشكر سعادة العميد راعي هذا اللقاء وعلى المواصلة في تقديم هذه اللقاءات، فهو صاحب الفضل فيها منذ أن كان وكيلا للكلية للدراسات العليا. أتمنى إن شاء الله أن تكون وأن يكون اللقاء مفيدا للجميع، والحديث عن نظام صحي السعودي من يعني غالبا الخدمات الصحية هي مثار جدل كبير جدا في سواء كان في الصحافة أو في غيره. خلونا نبدأ بالجانب الأول اللي هو الجانب النظري، ومن ثم حيركز الدكتور عمر على الجانب التطبيقي. دكتور حسين أخي،
الجزء اللي أنا هتكلم فيه حقسمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الـ healthcare systems، الأنظمة الصحية بشكل عام، ثم أعطي بعض الملامح عن النظام الصحي السعودي، وأتحدث عن التحديات التي سوف تواجه هذا النظام مستقبلا. في الـ healthcare system أو any healthcare system، أي نظام صحي، نتكلم عن الـ process والأهداف والسياسات الـ policies والقوى التي تؤثر في هذا النظام، وكيف يمكن أن نقيم الأنظمة الصحية، وما هي المشكلات الأساسية problems التي يمكن أن تواجه الأنظمة الصحية، ثم بعض الحلول التي يمكن أن تقترح. أنا حتكلم بشكل عام، وبعد كذا الدكتور حسين إن شاء الله سوف يقوم بالتفصيل فيما يتعلق بالنظام الصحي السعودي. لا يخفى عليكم بأن أي نظام، طبعا كلمة سيستم هنا ينبغي في المملكة، بل النظام بمعنى القوانين laws ولا regulations، لكن احنا بنتكلم هنا عن النظام كبروسيس. وأول من أدخل كلمة system analysis أو تحليل الأنظمة في العلوم السياسية ديفيد إيستن، وهي أساسا مأخوذة من البيولوجي أو علم الأحياء وكيفية دراسة الخلية، ثم قدمها إيستن للعلوم السياسية، ومن ثم أصبحت تستخدم في تحليل الأنظمة لأي خدمة. يعني إذا أخذنا الخدمة الصحية، من الممكن النظر إليها كنظام process، ومن الممكن لو كنا ندرس الخدمات التعليمية نفس الوقت. فلذلك أي نظام له أربعة مراحل أساسية تتمثل في الانبوتس والبروسيس والاوتبوتس والفيدباك. هذا بشكل عام. دكتور حسين إن شاء الله هيقول لكم بالنسبة للنظام الصحي السعودي كيف يمكن أن تكون هذه الأربعة عناصر. بعض الأمثلة موجودة لكل عنصر من هذه العناصر، وهي موجودة أمامكم. الأهداف التي يسعى إليها النظام الصحي عادة أنه improve the health status. الهدف أو من ضمن الأهداف الأساسية، كيف يمكن أنه يطور أو يحسن من مستوى الصحة عند المواطن، أو promote the quality of life اللي هو نوعية الحياة التي يعيشها الإنسان أو المواطن، أو التقليل من معدلات الوفيات في البلاد، أو إذا كان هناك في special needs لبعض الفئات الموجودة في المجتمع، كيف يمكن لهذا النظام أن يحسنها أو أن يتعامل معها. كما أنه لابد أن يركز النظام على كيفية عمل جهود للوقاية من الأمراض، prevention efforts. من ضمن الأهداف التي تسعى إليها الأنظمة الصحية عملية التعدد في الموارد وتنويع الموارد التي يمكن أن يستخدمها النظام، وبالإضافة إلى إيجاد نظام معلوماتي صحي يستطيع من خلاله أن يتعامل مع كل الخدمات التي تقدم. ثم أخيرا لابد أن يقوم النظام على عملية البحث العلمي. هذه الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الأنظمة الصحية. بالنسبة للسياسات التي يمكن أن يقدمها أو يطورها النظام الصحي، أول هذه السياسات ينبغي أن تعمل على التحسين والتنمية، improvement and growth. ثانياً لابد أن يعمل النظام على عملية توزيع الخدمة، بحيث أن الخدمة لا يمكن أن تركز في منطقة دون أخرى، لابد أن تكون كافة المناطق في أي دولة في أي نظام صحي أن تتمتع بنفس المستويات من الخدمة الصحية.
من ضمن السياسات التي يركز عليها النظام الصحي تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، من ضمن السياسات اللي هي سياسات التمويل التي يمول من خلالها النظام الصحي الخدمات، سواء كان التمويل عن طريق الميزانية العامة أو عن طريق القروض أو عن طريق التأمين أو غيره من هذه الأمور. هناك سياسات متعلقة بالإفيشنسي، مدى الكفاءة والفعالية التي يعمل بها النظام. ثم لابد أن تكون هناك سياسات متعلقة بالاستثمار في الخدمات الصحية. من ضمن السياسات أن الحكومة لابد أن تعمل على أن يكون هناك privatization، اللي هو تخصيص للموارد الصحية أو الخدمات الصحية التي تقدمها أو يقدمها البلد. كيف يمكن أن نقيم الأنظمة الصحية؟ عندما نقيم أي نظام لابد أن ننظر إلى ثلاثة معايير رئيسية وأساسية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه في مجملها العوامل الاقتصادية قد تكون متعلقة بالنظام الاقتصادي، بكيفية التمويل، بالموارد إلى آخره. السوشيال متعلقة بالعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع. السياسية متعلقة بالنظام السياسي الموجود في المجتمع. المناطق الأريز التي يمكن أن يركز عليها أو نركز عليها في عملية التقييم: كيفية استخدام الموارد، كيفية تنظيم المنظمات التي تؤدي الخدمات، وما هي وسائل أو سبل الإدارة المستخدمة في هذا النظام. المشاكل التي قد يواجهها النظام الصحي: عدم وجود الموارد، وهنا كلمة لما نيجي نقول lack of resources ليس المقصود الموارد المالية. من الممكن أن تتوفر الموارد المالية، لكن قد تكون المشكلة الأساسية في الموارد البشرية. فالمال عصب الحياة لكنه ليس عصب الخدمة. الطبيب، الممرض، الفني هو عصب الخدمة. من ضمن المشاكل التي يمكن أن نواجهها في الأنظمة الصحية إنه يكون فيه سوء توزيع للخدمات الصحية. والسوء التوزيع هذا قد يكون جغرافي أو قد يكون بالنسبة لنوعية الخدمة المقدمة أو لمستويات الخدمة المقدمة. من ضمن المشكلات التي قد تواجهها الأنظمة الصحية عدم المساواة في المستويات للخدمة. كأن يكون لدينا service providers، عندنا أكثر من مقدم للخدمة لأكثر من قطاع، إلا أنها ليست في نفس مستوى الخدمة. نأخذ مثلا زي وزارة الصحة، أو نأخذ القطاع الخاص، أو نأخذ مثلا الجهات الحكومية الأخرى المتمثلة في الدفاع أو مثلا الحرس أو الأمن، ونقارن بين مستويات الخدمة التي تقدم في أو للمنسوبين أو للمواطن أو غيره. فإذا كان هناك مستويات مختلفة، فعندها قد نصل إلى أن نقول بأنه لا توجد مساواة في المستويات المقدمة. من ضمن المشكلات التي قد تواجهها الأنظمة الصحية في الدول اللي هو الزيادة المستمرة في تكاليف الخدمة، وهذا ترند عالمي على فكرة، لا يقتصر فقط على الدول النامية والدول الفقيرة ولا الدول الغنية أو غيره، ولكن الملاحظ أن هناك الكيرف المنحنى لتكاليف الخدمات الصحية في تصاعد بشكل كبير جدا. لكن السؤال الأساسي في هذا التصاعد، هل هذا بينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن أم لا؟ في الأخير اللي بيحكم على هذا الأمر اللي هو البيشنت، المريض اللي بيقول والله أنا فعلا بأجد أو لا أجد الخدمة
التي تقدم لي. بعض الحلول التي أوجدتها الدول في إن هي تواجه هذه المشكلات، قامت بتطوير القوى البشرية إما بمساعدات محلية أو مساعدات خارجية. ركزت كذلك على الرعاية الصحية الأولية. طبعا هذا كان مطلب قديم، يعني ليس هو جديد، يعني من عام 1980 عندما طلعنا اللوجو اللي هو الهيلث فور اول، الصحة للجميع، فبالتالي كان لابد من انه احنا نركز على البرايمري كير هيلث. من ضمن الحلول التي اقترحت في بعض الدول انه احنا نعمل بالانس لعملية توزيع الخدمات الصحية، كيف يمكن أن نحقق التوازن في توزيع الخدمة. الدول كذلك عملت بعض الأنظمة والقوانين لكي تتحكم في النظام الصحي، قامت بالريسيرش الأبحاث، وقامت أوجدت حلول مالية بحيث أنه لا يمكن الاعتماد. وهذا يعني كان واضح حتى قبل يمكن 10 أو 12 سنة، كنت حضرت في البحرين في ندوة، كان الهدف الرئيسي من الندوة دي بالنسبة لدول الخليج كيف يمكن أن احنا نعدد مصادر الدخل التي يمكن أن تدر أو تعطي للخدمات الصحية. فلا بد من التنويع في عملية التمويل. هأعطي بعض الملامح أو بعض الأفكار بالنسبة للنظام الصحي، وكما قلت بأننا سوف أختصر، دكتور حسين إن شاء الله حيعطيكم هي بالتفصيل بالنسبة للمملكة. حنشوف بالنسبة للمملكة، هأعطي هيستوري وعمليات الريفورم الإصلاح التي صارت، وكيف ينظم النظام الصحي السعودي، والإنفاق والموازنة الحكومية اللي هي في وزارة الصحة، وحشوف في التوتال اكسبنديتشرز بالنسبة لمقارنة مع بعض الدول، وما هي المؤشرات الرئيسية التي يمكن من خلالها الحكم على النظام الصحي، وهل هناك رضا أم لا يوجد هذا الرضا. وطبعا الرضا حنأخذ من وجهة نظر العميل اللي هو الأساسي عندنا، البيشنتس اللي هم المرضى. نأخذ الهيستوري للنظام الصحي. أول إدارة طبعا كانوا يسموها المديرية العامة، أنشئت في عام 1925. من الناحية التعليمية، المدارس التي فتحت للتمريض أو للطوارئ في 26-27، تم تأسيس وزارة الصحة في عام 1951. تعتبر وزارة الصحة من أقدم الوزارات التي أنشئت بعد وزارة المالية والخارجية. طبعا الكونسبت حق البرايمري كير قدم في عام 1980، في عام ولذلك أنشئت المراكز الصحية. صدور النظام كان السعودي هيلث سيستم كان في 2002، ولاحظوا انه ركز على الاكويتابل، يكون يعني في مساواة، وافوردبل، من الممكن انه الانسان يستطيع انه هو يتحمله، وorganized، وحطوا عليه مجلس للنظام الصحي. طبعا حنشوف في التنظيم عملية المجالس دي هل هي فعلا إفكتيف ولا ما هي إفكتيف. عمليات الإصلاح التي مر بها النظام كان في administrative reforms، وهذه تناولت الستركشر اللي هو الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والأنظمة التي صدرت، تطبيق النظام الصحي وتطبيق النظام التعاوني، التوسع في البرايمري كير الرعاية الأولية، وتقديم الكواليتي الآن، وأصبح في هيئة تعنى أو تعنى بعملية الجودة، وعملية التخصيص. وكما قلت هذه كل إذا كان فيها مشاكل إن شاء الله الدكتور حيعطيكم فيها المشاكل التي يمكن. هذا هو التنظيم القائم بالنسبة للنظام الصحي.
بالنسبة لوزارة الصحة طبعا هنلاحظ من ضمن الملاحظات التي يمكن انه احنا نلاحظها انه التنظيم هذا يعني نوعا ما في يعني ما هو أفقي رأسي. طبعا الأنظمة الأفقية الناس اللي بتدرس تنظيم وعارف الكلام ده الفرق بين التنظيم الأفقي والتنظيم الرأسي طول الإجراءات. يعني بس أعطيكم مثال بسيط، إذا كان عندي مريض والله يحتاج أني أنا يعني أوديه التخصصي، تجد أنه يبدأ من الوزارة يجي له الأمر يطلع على مدير الشؤون الصحية، الشؤون الصحية تنزله إلى المستوى اللي بعده والمستوى اللي بعده. طب إذا كانت الحالة تستدعي الإسراع فيها فهذا يعني حيؤدي يمكن أحيانا، وفعلا كان في أمثلة كثيرة لبعض الحالات التي يعني راحت ضحية في بسبب الإجراءات الطويلة المعقدة التي يمكن ان يعني على اي حال. خلينا نشوف بالنسبة للإنفاق الصحي من الدخل الناشنال إنكم، وهذه مجموعة الدول الخليجية، نلاحظ المملكة رقم 3 تتصدرها قطر 560 دولار بالنسبة للفرد، وبالنسبة كنسبة من ناشنال إنكم 3.4، هذا بالنسبة لدول الخليج. الميزانية وزارة الصحة لاحظوا إنها هي يعني تقريبا الأفريج حقها 5 من الموازنة العامة للدولة. على فكرة أنا درستها لمدة 40 سنة، أول موازنة للوزارة الصحة لو أقول لكم الرقم تستعجب، 1.5 مليون. ميزانية وزارة الصحة في 2009، طبعا التقارير الصحية عندنا اللي بتصدرها وزارة الصحة الكتاب السنوي دائما سنتين متأخر على أي حال. ففي عام 2009 475 زي ما انتم شايفين، العام الماضي 2010 كان 35 مليار، السنة 40 مليار لوزارة الصحة. أنا بتكلم الإنفاق الصحي الإجمالي 50 مليار نحن ننفق على الصحة، ولكنه في خلال 40 سنة اللي درستها أنا بالنسبة لموازنة وزارة الصحة الأفريج حقها 5%. وكأننا نقول طبعا أنا عارف أن الميزانية العامة للدولة بتزيد، ولذلك في نظرية في الموازنة العامة الناس اللي كانت أخذت معايا موازنة في حاجة يسموها البيس القاعدة، وهذه فعلا تنطبق تماما على الوضع عندنا هنا. القاعدة مش حق أسامة بن لادن يعني لا تروح حق لكم فيه. هذه مقارنة بالنسبة للإنفاق على الصحة لبعض الدول. لاحظوا الولايات المتحدة الأمريكية يمكن هي تتصدر ب 6000 نصيب الفرد البير كابيتا 6714، الولايات المتحدة تنفق من الإجمالي الناتج المحلي 15%، هي أكثر الدول إنفاقا على الصحة. خلينا ناخذ اللي هي أنظمتها الصحية قريبة من المملكة زي بريطانيا وكندا. لاحظ بريطانيا بتنفق حوالي 2700 وبنسبة 8.4. كندا عندنا 3672 دولار وحوالي 10%، المملكة 607 دولار البير كابيتا، وبالنسبة من الجي دي بي 3.4. إسرائيل 2263 وبنسبة 7.8. طبعا إسرائيل عندها دعم من أمريكا وعندها دعم من أوروبا وعندها دعم من الشركات وعندها دعم من اليهود اللي هم خارج أمريكا. طبعا لو جبت لكم في دول أفريقية زي الكونغو البير كابيتا للفرد 31 دولار. طبعا أنا ما بدي أصير زي الكونغو. هذه بعض المؤشرات اللي من خلالها نستطيع نقول والله the system is functioning or is not functioning، هل هو فعلا بي يعني
بيعطي أو لا يعطي. وحناخد بعض العوامل الديموغرافية والمرضى الموربيديتي والمورتاليتي اللي هي الوفيات. البوبوليشن نلاحظ إنه السكان بالنسبة للمملكة من 2005 إلى 2009 يعني من 23 مليون 23 مليون 24 24 25 بنسب زيادة يمكنها يعني ما هي كبيرة أو شيء، لكن طبعا في حنشوف في التحديات حيوصل في 35 إلى البوبوليشن جروث ريت 2.4 2.3 2.28 تقريبا بنسب يعني ثابتة. متوسط عمر الفرد الأفريج حقه 73. طبعا لو قلتوا لي الذكور والإناث، الإناث متوسط حقهم أعلى من الذكور لكن مو بشيء كبير، يعني أظن 74 سنة وبالنسبة للذكور حوالي 72 سنة. بالنسبة للديث ريت لكل ألف عندك 3.8 4 3.9 3.9 تقريبا ثابت. بالنسبة اللي هم اللو بيرث ريت اللي هم الأطفال اللي ما هم خمسة في آخر سنة، ما أعرف التقرير كتب سبعة، هذه مصدرها وزارة الصحة المعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي من وزارة الصحة. الانفنت مورتاليتي ريت نلاحظ تقريبا 18 18 17، يعني الانخفاض اللي صار المفروض انه يكون بينخفض سنويا. الانفاق بالنسبه للبير كابيتا لاحظ 13000 14000 15000 16 14، يعني تقريبا في زياده او في نقصان بشكل. عدد الأطباء لكل 10,000 من السكان ما حصل في تلك الزيادة المضطردة وغيره. الهوسبيتال بيدز لكل 10,000 من السكان تقريبا يعني حتى يمكن في تناقص، لأن عدد السكان الزيادة البسيطة اللي صارت أكلت. بالنسبة للمراكز الصحية تقريبا نفس الشيء. بالنسبة للمستشفيات، طب خلينا نشوف هل الانفاق حق وزارة الصحة الآن أغلبه رواتب وجور، هل الباب الرابع اللي هو بيوجه للمنشآت الصحية كمستشفيات ومراكز صحية؟ نلاحظ أن عدد المستشفيات 220 225 131 244 379، لكن هذا يشمل كل المستشفيات الموجودة في المملكة. مستشفيات وزارة الصحة حوالي 244، القطاع الخاص 125، وبقية الأجهزة الأخرى تمثل الباقي. المراكز الصحية الملاحظ من 1900 في خلال سنة الخمس سنوات يمكن زادت بحوالي 100 مركز صحي. إذن السؤال هنا، هل بعض هذه المؤشرات وبعد ما شفنا المنشآت الصحية هل الإنفاق يتلائم مع هذا أم لا؟ بالنسبة لخلينا نشوف المريض هل هو راضي ولا مراضي. في بعض الدراسات التي عملت، هذه دراسات علمية يعني، في دراستين جبت هذه واحدة منها، الملاحظ إنه satisfaction score 3.7 out of 5. بالنسبة للخدمات، طبعا هذه في البرايمري كير كانت الدراسة، بالنسبة لخدمات الأطباء 2.5، the highest satisfaction was for discussing psychological aspects، يعني كان رضا المريض من خلال العوامل النفسية يمكن أكثر من الخدمة اللي هي المفروض يعني الدواء أو المختبر أو الأشعة أو غيره من هذه الأمور. شوف لاحظ الفيزيشنز كوميونيكيشن سكيلز وير مور ساتسفاكتوري تو بيشنتس ذان ذير بروفيشنال سكيلز. هل انا افتح مركز ولا افتح مستشفى عشان اعالج مريض ولا عشان اعمل معه كوميونيكيشن سكيلز؟ هذه دراسة أخرى برضو تشير فيها نفس المعدلات 3.7 الـ overall satisfaction with the service provided
الـ out of 5 طبعا السكيل حقها. الحاجة الغريبة في الدراسة دي انه رضا عن العمال الليبرالز كان عالي، اللي هم البورترز والمعرفة دول اللي بي. طيب هذه بعض التحديات التي يمكن أن يعني قد تواجهنا مستقبلا. التحدي الأول طبعا اللي هو المتمثل في الزيادة السكانية، والتحدي الثاني حيكون في يبغانا هل التأمين، يعني لابد introduction of compulsory insurance. في عندنا كذلك السوق الصحية، يعني حتصير is currently estimated at حوالي 49 بليون، ويظل القطاع العام هو يمكن البروفايدر الأساسي، لأنه أكثر من 77 أو تقريبا 80% متمثلة في القطاع الحكومي والعام. المتوقع أن يصل الإنفاق الصحي في 2015 لحوالي 70 بليون ريال. هذا باختصار، أتمنى أن ما طولت. شكرا على حسن الاستماع. شكرا لسعادة الدكتور هشام بن محمد صالح ملياني على هذه المحاضرة والمعلومات التي أوردها في محاضرته. احنا بنأجل الأسئلة والنقاشات إلى ما بعد الانتهاء عشان نشوف الجزء الثاني من النظام الصحي السعودي في المملكة، حتى تكتمل الصورة حول هذا النظام الواقع والمأمول. المتحدث أو ضيفنا الثاني الذي سوف يتحدث في هذا اللقاء هو سعادة الدكتور حسين بن محمد برعي، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة مينيسوتا عام 1988. وظيفته الحالية أستاذ مساعد إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بكلية الاقتصاد والإدارة. يعمل وكيل معهد البحوث والاستشارات للكراسي العلمية بجامعة الملك عبد العزيز. له من الأبحاث المنشورة Problems Facing Community Involvement in Primary Healthcare and Provide Solutions، التأمين الصحي المفهوم والتطبيق والدروس المستفادة، عقود إدارة المستشفيات بين النظرية والتطبيق، الخيارات المناسبة في عملية تخصيص المستشفيات، التأمين الصحي. حاليا يتم الإعداد أو بيعمل على إعداد دراستين حول برنامج التأمين الصحي للمسنين في أمريكا وتجربة منظمات الصيانة الصحة. طبعا عمل سعادته في عدة مناصب في وزارة الصحة وفي جامعة الملك سعود بالرياض، وأخيرا انتقل إلى جامعة الملك عبد العزيز في عام 2003. عمل مدير عام شركة الرياض السعودية للرعاية الصحية التخصصية، مدير مشروع مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة، مستشار غير متفرغ لوزارة التخطيط بالمملكة العربية السعودية، عضو لجنة بحوث النظم الصحية، مندوب إداري صحي بالمستشفى الجامعي لجامعة مينيسوتا، طالب ومتدرب ومساعد. هذه نبذة بسيطة عن سعادة الدكتور حسين بن محمد برعي، فليتفضل سعادته ببداية لقائه أو محاضرته الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في الحقيقة حأكمل طبعا على ما بدأ به زميلي الدكتور هشام، و أبدأ طبعا الورقة عندي حتتعلق بثلاثة إيش أو ببعض المحاور الرئيسية. طبعا أول حاجة حأتكلم عن أهداف النظام الصحي، وأركز طبعا وأركز على إيش ما هي هذه الأهداف، وبالتحديد على الوضع الصحي في المملكة وعلاقتها بذلك. طبعا عشان أخذ العملية بالتفصيل أبغى أبدأ بما هي أهداف النظم الصحية. هناك العديد من الأنظمة الصحية وكل نظام له أهدافه، بس معظم النظم الصحية تتفق على إيش أهداف، خصوصا في الدول المتقدمة.
الأهداف المتميزة، خلينا نقول أو أهداف الأهداف الصحية للدول المتميزة في القطاع الصحي زي أوروبا وكندا وأمريكا، تتضمن التغطية الشاملة للرعاية الصحية للمواطنين، التغطية العادلة للمواطنين، التغطية ذات التكلفة المعقولة للدولة والمواطن، وأن تتم هذه التغطية على أسس علمية صحيحة. إذن إنه حنتكلم بعدين ليتر على الربط بين المدخلات والمحصلات النهائية للنظام، ولذلك أبغاك تكونوا معايا، بس إنه ترى هذه هي الأهداف الأساسية للنظمة الصحية. بعد ذلك حننتقل لأهداف النظام الصحي السعودي أو باختصار، أوكي؟ طبعا حسب الخطة الاستراتيجية الجديدة للنظام الصحي السعودي والخطط السابقة، الهدف الصحي العام للنظام الصحي السعودي هو الوصول إلى أفضل مستوى صحي ممكن للسكان عن طريق تحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز والوفاة. الهدف الصحي العام الثاني هو ضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها، وهذه طبعا في النظام الأساسي للحكم. طبعا جميع النظم الصحية الراقية تتفق على أهمية التقويم والتقييم للرعاية الصحية بصفة دورية، وقد هذه الأهداف تتغير على حسب احتياجات السكان، وقد تتغير مرحليا وقد تتغير كليا في بعض الأحيان. طبعا لو جينا بعد كده لمكونات نظم الرعاية الصحية، حنيجي نشوف المدخلات، وبلكن زميلي الدكتور هشام اتكلم عنها وقال عندنا أكثر من 270 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وأكثر من 125 مستشفى تابعة للقطاع الخاص غير القطاعات الأخرى المشاركة، عندنا أكثر من 20,000 سرير، وأكثر يعني أعداد أطباء، بل نحن نعتبر تقريبا ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط في توزيع الأطباء بالنسبة للسكان. هذه تعتبر مدخلات من الموارد، جميع أنواع الموارد، من الأسرة إلى القوى العاملة إلى التقنية الطبية المتطورة، إلا أصبحت الآن مستشفياتنا بل حتى ملجأ لعلاج الكثير من خارج المملكة، أوكي؟ طبعا نظرية النظم تنص على انه هذه المدخلات والتفاعلات اللي هي تتم بين المدخلات هذه وتحولها الى مخرجات، وطبعا المخرجات حقت النظام الصحي. طبعا في كثير من الباحثين يركزوا على المخرجات وينسوا انه المخرجات في النظام الصحي ليست هي المهم. يعني انا ممكن اسوي 1,000,000 عملية وممكن اسوي 40,000,000 فحص طبي، بس المهم عندي بعد المخرجات هذه المحصلات النهائية، أوكي؟ وأنا أقصد هنا أجي أشوف أربط المدخلات والمخرجات بالمحصلات النهائية. تتذكروا قلنا في الهدف الصحي العام هل مستوى الصحي للسكان تحسن؟ وأقصد بذلك هل اللايف إكسبكتنسي معدل الحياة زاد؟ هل المورتاليتي ريت اتحسنت؟ هل الموربيديتي ريت نقصت؟ أوكي، يعني معدل انتشار الأمراض والوفيات، أوكي؟ وبالتالي المحصلات النهائية هي الهدف النهائي التي تركز عليها النظم الصحية في تحقيق أهدافها، أوكي؟ طبعا المحصلات النهائية تتعلق بجودة وبأهداف النظام، طبعا مثل انخفاض الوفيات أو انتشار الأمراض، يعني انخفاض ذلك، والمهم طبعا نجاح الرعاية الصحية سواء كانت عمليات جراحية أو علاج أو ما إلى ذلك، أوكي؟ طبعا بعد كده في مؤشرات ديموغرافية أنا ما أبغى أشغلكم بها لأنه في الحقيقة زميلي الدكتور هشام أتطرق لها، بس في بعضها إلا نربطها كمحصلات نهائية. لما نجي أقول لك والله أنا عندي 40,000 سرير أو عندي 100، يعني أديكم مثال، فيما يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقا كان يوجد أكثر من 1,000,000 طبيب، وكان يوجد أكبر عدد أسرة في العالم كنسبة للسكان. إيش المحصلة النهائية؟ كانت أعلى نسبة مورتاليتي ريت موجودة في الدول الصناعية في الاتحاد السوفيتي. إذا ما أفادتني هنا عدد الأسرة
ولا أفادتني العدد الزايد في الأطباء. أوكي؟ أنت ترجو من النظام الصحي كمحصلة نهائية أن الموارد هذه تستثمر الاستثمار الصح وينتج عنها انخفاض في الوفيات، تحسين في المستوى الصحي للسكان، وهذا ما نصت عليه الهدف الصحي العام لجميع خطط المملكة الصحية سواء الحالية أو الاستراتيجية في الاستراتيجية المقبلة. وهذا بلكن في الجدول هذا اللي بينص وريك معدل السكان عندنا، عندنا انفجار سكاني، في جروث مخيف للنمو السكاني. احنا اذا لم نكن اعلى دولة في العالم فبلكن احنا من اعلى 3 دول في العالم، والنمو السكاني عندنا هذا بيستهلك جميع الموارد البشرية المضافة للقطاع الصحي، فما في توازن بين الاستثمار في القطاع الصحي وبين الزيادة الكبيرة في ليه؟ في السكان. ولذلك لما نيجي نطالع في المؤشرات الصحية المتعلقة بمثلا، لو جينا أخذنا كمثال على ذلك المؤشرات الصحية المتعلقة بالسكان كمعدل من الدخل، زي ما ذكر زميلي الدكتور هشام، الولايات المتحدة الأمريكية تصرف أكثر دولة في العالم على الرعاية الصحية. بس هل حققت الولايات المتحدة الأمريكية أحسن نتيجة من الصرف الهائل على الرعاية الصحية؟ الجواب، وطبعا حاوريكم بالأرقام، أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت المرتبة 26 في تقييم النظم الصحية بواسطة منظمة الصحة العالمية، وأنه في دول أخرى زي فرنسا حققت المرتبة الأولى رغم أنها تصرف أقل من الثلث من أمريكا، ورغم ذلك جاءت في المرتبة الأولى. وهنا يأتي هنا أنه ليس المهم العدد، ليس المهم أنه عندك أكبر عدد من الأسرة أو أنت تصرف أكثر مبالغ على الرعاية الصحية. المهم، وحنتكلم عنها في الشيء القادم، أنه الفاعلية والكفاءة والإنصاف لهذه الأجزاء. طبعا هذه مقارنة لبعض المؤشرات، وزميلي ذكر يعني بعضها، بس بدي أقول لكم في شيئين مهمة استخدمتها منظمة الصحة العالمية للحكم على الدول. أول مقياس، وهذا دائما أنا أقول أحيانا في الدول النامية من الصعب تحصل على مقاييس تعطيك مدى نجاح النظام الصحي في تحقيق أهدافه، بس في واحد مقياس يعطيك دلالة مبكرة على مدى دقة النظام في تحقيق أهدافه، وهو الانفنت مورتاليتي ريت. الانفنت مورتاليتي ريت هذا مقياس يعطيك الوضع الصحي للمجتمع، رغم انه هو يقيس ايش؟ معدل وفيات الاطفال الخدج، بس انا بمعدل وفيات الاطفال الخدج هذا اعرف مستوى الصحي للاسره، اعرف المستوى الصحي للام، اعرف المستوى الصحي ايه للمجتمع ككل، وبالتالي لو استطعت احصل على هذا المعدل هيعطيني صوره تقريبيه للوضع الصحي للسكان. اوكي، طبعا بلكن في مقارنه هنا كثيره، امريكا تنفق اكثر دوله على الرعايه الصحيه، اوكي، بس ما حققت زي ما قلنا ايش احسن النتائج. المملكه كمعدل تصرف اقل من 4% من الجي ام بي، 4% طبعا مقارنه بدول متطوره تعتبر نسبه قليله لا تضاهي اي دوله اخرى. فهل النتائج اللي حصلنا عليها في معدل الحياة، في المورتاليتي ريت، في المورابيديتي تضاهي ما صرفنا؟ وهذا بلكن ايش ياتي في ايه في الجزء ليش الثاني من اللي من الورقة. انا حاعدي الاحصائيات بس هعطيكم بعض المقارنات لتوزيع الموارد ليش البشرية. اوكي، لو جينا اخذنا مثلا، ودائما هذه خلينا نقول كثير من الدول تتباهى بها، معدل توزيع الأطباء لكل 1000 من السكان. طيب احنا يعني الآن احنا كدولة بننفق حوالي تقريبا 4%، صح؟ احنا في السنتين هذه الأخيرة معدل صرفنا على القطاع الصحي زاد زيادة كبيرة، بس ترى مرت سنين كثيرة كان معدل الإنفاق على الصحي، معدل الإنفاق على الصحي نازل. يعني خلينا نقول فرضا القرن الماضي، في العشر السنين الأخيرة من القرن الماضي كان معدل الإنفاق على الصحة في تناقص وليس في تزايد. في القرن العشر السنين الأخيرة من القرن الماضي، في هذا القرن في الحقيقة في زيادة في الإنفاق على الصحة، والزيادة واضحة كما ذكر زميلي إيش الدكتور هشام. بس هل هذه الزيادة تعادل الزيادة في نمو السكان؟
تعادل احتياجات السكان الصحية؟ هذا إيش ما حنلاحظه. فلو جينا أخذنا أول معيار باعتبار الأطباء هم الكابتن أوف ذا تيم زي ما يقولوا، أوكي، نيجي نشوف في المملكة عندنا 1.75% طبيب مقارنة ب 3.6% لكل 1000 من السكان في ألمانيا. يعني ألمانيا تقريبا نظام اللي يسموه الـ NHI اللي هو نظام التأمين الوطني أو نظام التأمين، وهذا عندنا الاتجاه يعني الجديد، أوكي. ألمانيا بتصرف أكثر من 10% حاليا على الرعاية الصحية، ووضعها الصحي ممتاز مقارنة بنا لو جينا أخذنا اللايف إكسبكتنسي، المورتاليتي، الموربيديتي، الشغلات هذه. ورغم ذلك بتصرف أكثر من 10% وعندها موارد صحية 3 أضعافنا، أوكي. طبعا لو جينا مثلا أخذنا فرنسا اللي حققت المرتبة الأولى حسب تقييم منظمة الصحة العالمية، حنيجي نشوفها حققت 3.3% مثلا، يعني عندها أطباء 3.3% مقارنة بالمملكة اللي هي 1.75%، برضو في فرق. السويد لو جينا دولة زي كوبا، في عندهم، شوف يعني كوبا تصرف من أقل النسب في العالم لما نيجي نتكلم على الإفيشنسي، أوكي، من أقل الدول اللي تصرف على الرعاية الصحية في العالم كوبا، بس من أنجح نظم الرعاية الصحية في الدول النامية كوبا، لدرجة أنه إحنا الآن بدأنا نستفيد من التجربة الكوبية في الرعاية الصحية الأولية، أوكي. طبعا عدد الأسرة من السكان لا يقل نقصا عن عدد، يعني عن نسبة توزيع على أطباء للسكان. إحنا عندنا 2.2 في العشرة مقارنة باليابان حوالي 13 لكل 1000 من السكان، ألمانيا 9.3 في العشرة سرير لكل 1000 من السكان، فرنسا 8.4 في العشرة. فأنت بتلاحظ إحنا من أقل الدول من ناحية توزيع الأسرة ومن ناحية نسبة الأطباء للسكان. طيب بناء على المدخلات وبناء على مركبات النظام الصحي والتفاعلات اللي سايرة فيه، وبناء على خلينا نقول عليه ليش الأوتبوت المخرجات، طلعنا بمحصلات زي ما قلنا عليها، نسبة الوفيات عندنا بصفة عامة مرتفعة، أوكي، ونسبة الوفيات الأطفال الخدج مرتفعة جدا، وبالتالي الفاعلية والكفاءة هنا نيجي نقول يحتاج إعادة النظر فيها وتحتاج تقييم وتقويم بصفة مستمرة. طبعا بناء على ذلك فرنسا حققت المرتبة الأولى عالميا بناء على النتائج اللي هي الأوتكم محصلات النهائية للنظام، والمملكة حققت المرتبة 61 فيها. طبعا هل المرتبة 61 من ناحية الأفالويشن هل هي سيئة بناء على اللي احنا حطيناه؟ طبعا لا، المملكة حققت في بعض الأجزاء نسب عالية وفي بعض الأجزاء إيه؟ فمرتبة 61 بين 191 دولة اللي جرى تقييم النظام الصحي فيها كانت نسبة ما هي بطالة، أوكي؟ طيب كيف يتم تقييم الأنظمة الصحية؟ طبعا ليه إحنا جبنا المرتبة 61 وليه غيرنا جاب المرتبة الأولى؟ بل كي أنا قلت هذا الكلام في الأول، أول حاجة المستوى الصحي للسكان، هذا أول عامل. طبعا من العامل ده تتفرع مجموعة من المتغيرات، أوكي؟ العامل الثاني اللي هو توزيع مؤشر المستوى الصحي بين السكان. يعني إيه توزيع المؤشر المستوى الصحي بين السكان؟ يعني أوزعه على فئات العمر، أوكي؟ أنا بس ما أركز على والله في المستوى الصحي بالنسبة للأطفال أو المستوى الصحي بالنسبة للمسنين أو المستوى، لازم أوزعه على جميع الفئات. ليه؟ لأنه في عندنا بعض الفئات السكانية في حاجة لرعاية صحية أكثر من فئات أخرى، مثلا المسنين، ترى كلنا مقبلين على هذا، ليش المسنين اقول ايه، وللاسف الرعايه الصحيه للمسنين عندنا ما هي ولا بد، وهذا يؤثر على التقييم، اوكي. مدى استجابه النظام الصحي لاحتياجات المواطنين، هل النظام الصحي يستجيب لاحتياجات المواطنين؟ احنا نسمع انه المملكه فيها نسبه سكر 28%، وبلكن لا تخلو عائله في المملكه الا وفيها ايش مشكله امراض السكر. هل في عندنا مراكز سكر منتشره؟ هل في عندنا يعني استجابة من النظام الصحي لاحتياجات السكان الفعلية؟
طبعا بناء على هذا يتم 4 توزيع هذه الاستجابة بين الأقاليم، وهذا لما نتكلم عن الإكوتي، يعني هل أنا بس عندي مستشفيات ومراكز صحية في المدن ولا في المدن و يعني زي ما يقولوا في الريف وفي المدن. طبعا بعد كده لو جينا شفنا هذه هي النقطة الخامسة اللي هو هل تكاليف الرعاية الصحية موزعة بعدالة ومنافعها يحصل عليها الجميع، هل هناك عدالة في إذن هذه الخمسة المعايير التي تم بموجبها تقييم الأنظمة الصحية وحلت المملكة في المرتبة 61 وحلت غيرها من الدول في المرتبة. طبعا هل يتم يعني تقييم الأنظمة بصفة دورية؟ حتى عام 2000 كان يتم بصفة دورية، بعد كده نظرا لتكلفة الدراسات الغالية هذه رأت الدول إنها ما تستطيع، إنما نصحت كل دولة أن تستخدم المعايير هذا وتقوم بتقييم أنظمتها بذاتها. فهي كانت محاولة منظمة الصحة العالمية تعطيك صورة مبدئية، وبعد كده أنت تقوم بإعداد الدراسات اللي تقيم بها أنظمتك الصحية. طيب طبعا بناء على هذا التقييم زي ما ذكرت لكم حلت المملكة المرتبة 61، بس حلت المملكة المرتبة 61 من حيث الفاعلية. تتذكر أنا قلت النظام الصحي يجب الحكم عليه من 3 أدوات: الفاعلية وهي تتعلق بمدى تحقيق الأهداف، الكفاءة وهي تتعلق بمدى تحقيق الأهداف بتكلفة اقتصادية معقولة بأقل التكاليف، ومن ثم الإكوتي أو اللي نقول عليها المساواة والإنصاف في تقديم الرعاية الصحية في المنافع وفي الأعباء. يعني ترى يعني كثير من الناس دائما ينتقد النظام الصحي بس ما يسأل نفسه إيش قدم للنظام الصحي. إحنا من أقل الدول إنفاقا على الرعاية الصحية كمواطنين، الدولة تتحمل 80% من الإنفاق على الرعاية الصحية. أوكي، فلما أجي أقول لك فرضا والله يعني طيب إذن إيش القطاع الخاص يتحمل وإيش المواطن يتحمل؟ إذا الدولة تتحمل 80% من التكلفة طيب إيش القطاع الخاص يتحمل؟ ولذلك العبء يعني بالنسبة للأفراد يعتبر محدود جدا في الرعاية الصحية. طيب بناء على ذلك لو جيت أنظر للوضع الصحي للمملكة من حيث الفاعلية، في الحقيقة المملكة حققت إنجازات صحية ضخمة في كثير من ليش المشكلات الصحية، كمثال مكافحة الأمراض، أوكي، التطعيمات، الرعاية الصحية بالنسبة للمناطق غير الحضرية. يعني أنت تشوف الرعاية الصحية الأولية عندنا ما نجحت النجاح المنقطع النظير في المدن زي ما نجحت خارج المدن، أوكي. فمن ناحية الفاعلية المملكة حققت مرتبة، بس ما هي ديك المرتبة الإيه إلا أولي الأمر يرغبوا في الحصول عليها من النظام. إذن في عندنا بعض القصور في إيه؟ في الفاعلية. لما نجي للكفاءة وهي تتعلق بتحقيق الأهداف بأقل التكاليف، في الحقيقة نظامنا يعاني من عدم الترشيد. بننفق بسخاء على الرعاية الصحية بس الاستفادة من الإنفاق هذا محدود. تجد ميزانيات بعض الأسرة عندنا مذهلة تقارن بميزانيات أنا أقصد ميزانيات الأسرة، تشغيل الأسرة. لما نجي نشوف عقود التشغيل، أنا كنت أشتغل مع بعض الشركات، ولما يشوف معدل تكلفة تشغيل السرير ما يصرف عليه في المملكة يعادل كثير من الدول، أوكي؟ بس النتيجة المتوقعة. فإذا من ناحية الإنفاق أقول الإنفاق معقول حتى لو كانت 4% بالنسبة للإمكانات الموجودة، لكن النتيجة هي اللي ما هي إيش معقولة. الإنصاف، طبعا الإنصاف في الرعاية الصحية قضية قابلة للجدل وبالذات في النظم الصحية في الدول النامية، والإنصاف يتعلق بأهمية ضمان حق الرعاية الطبية للسكان. إحنا النظام الأساسي للحكم وضح وبصورة واضحة حق المواطن في الرعاية الصحية وضمان الدولة لهذا الحق، سواء في المادة الثانية من نظام الحكم أو في المادة 32 وغيرها من في النظام الأساسي للحكم. طبعا الإنصاف والعدالة التوزيعية في الرعاية الصحية تتعلق بالتحصيص العادل للمنافع والأعباء بين من يستحقون الرعاية
ومن هم قادرون على الدفع لها. طبعا زي ما ذكرت الإنصاف لا يعني إنه الغير قادر يجب أن يدفع. أوكي؟ إنه أحيانا المريض أوردي شايل هم المرض ويكون من ذوي الدخل خلينا نقول إيش البسيط، وبالتالي هنا لابد من مشاركة المجتمع وتحمل الدولة لأعباء. وهذا الكلام مو بس في المملكة، يعني كثير من الناس ينتقدوا النظام الصحي الأمريكي وبالذات في الإنصاف. وبلكن أنتوا تسمعوا عن مشروع أوباما للرعاية الصحية اللي خادم الحرمين الشريفين هنأوا على نجاح تطبيقه. أوكي؟ كان الهدف إيه؟ تقليل مشكلة الإنصاف الرعاية الصحية. في أمريكا أكثر من 45 مليون أمريكي بدون أي رعاية طبية، بدون أي تأمين طبي. فحاول أوباما في مشروع الإصلاح حقه أنه إيش يضيف دولة بحيث أنه يصير في توازن، أنه كثير من الأمريكان يقول لك أنا ما أدفع بس ما بستفيد من الرعاية. أوكي؟ والتانين ليه يستفيدوا منها؟ وبالتالي بدأت العملية الآن أنه يجب وضع توازن في هذه الناحية بين الإيش التحصيص العادل للمنافع والأعباء بين من يستحقون ومن هم قادرون على الدفع لها. الوضع الحالي للرعاية الصحية في المملكة جيد، ولو تطلعنا للنسب اللي موجودة عندنا بالذات في 10 سنين الأخيرة في تحسن يعني بصفة عامة. أوكي؟ طبعا احنا نصرف من أقل الدول على الرعاية الصحية، بس من أقل الدول إيش عالميا مقارنة بالدول الصناعية. بس لما نيجي بالدول النامية لازمنا احنا إيه بنصرف بسخاء. أوكي؟ صح في بعض الدول هنا بتصرف أكثر، بس لو أخذنا كمعدل لازالت المملكة تتنبأ المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الإنفاق على الرعاية الصحية إذا استثنينا إسرائيل من المعادلة، إن إسرائيل ليست دولة نامية. أوكي؟ وبالتالي نتيجة الصرف هذا معقولة كأرقام صحية وكمعدلات صحية لو اطلعنا على الجدول هذا. بعد كده أبغى أتكلم على القضايا والتحديات التي تواجه النظام الصحي. طبعا القضية الأساسية اللي تواجه نظام المملكة منذ إنشاء وزارة الصحة في عام 1370 هجري، يعني الآن 62 سنة. أوكي؟ وهي توفير الخدمات الصحية، كانت يعني دائما كانت القضية الأكسس تو هيلث كير. لما بدأنا نوفر الخدمات الصحية للرعاية الصحية زي ما ذكر الدكتور هشام، أوكي؟ بدأت تطلع لي مشاكل أخرى. أوكي؟ ارتفاع التكاليف. أوكي؟ طبعا المشاكل هذه ناتجة من إيش؟ من القوى التي تؤثر على النظام، وتتضمن هذه القوى السياسات المرسومة. يعني مثلا أنا تبنيت الرعاية الصحية الأولية. أوكي؟ ليش تبنيت الرعاية الصحية الأولية؟ عام 1980 ليه تبنيتها؟ السؤال لأنه منظمة الرعاية الصحية الأولية قالت هي أفضل أسلوب للدول النامية، أتبنيناها إحنا. بل هل أنا معناته الدول النامية طبقت نموذج أنا أطبقه؟ أوكي؟ وهل حققت الرعاية الصحية الأولية أكثر من 2000 مركز حاليا ما نرجو إليه؟ الساتسفاكشن أو درجة رضا المجتمع عن هذا عن الرعاية الصحية الأولية غير مرضي بصفة عامة. أنا أتكلم بصفة عامة غير مرضي، بدليل أنا لو سألت أحد فيكم هنا هل هو مسجل في مركز رعاية صحية أولية أو زار مركز رعاية صحية أولية قبل كده في مدينة جدة، هيقول لي لا. أوكي؟ وبالتالي في بعض السياسات الصحية يحتاج لها إيش إعادة نظر حتى نستطيع إن إحنا نتعامل مع القضية اللي هي إيه توفير الخدمات الصحية. القوة الثانية المؤثرة اللي هي التنظيم والإدارة، اللي هي نسميها إحنا organizing and management. التنظيم والإدارة يعني تنظيم وإدارة وزارة الصحة كانت مناسبة عند إنشاء وزارة الصحة. الآن إحنا نمر بنمط مختلف من الأمراض، بتغير كبير في الصناعة الصحية. التنظيم والموجود حاليا لا يتلائم مع ما هو إيه يتطلب الوقت ليش الحالي. الموارد البشرية، في قضايا كثيرة في الموارد البشرية وهي اللي تؤثر الموارد البشرية. القطاع الصحي قطاع إنساني، قطاع بشري، هي القوة بلكن المميزة اللي تؤثر على البيئة الصحية داخليا وخارجيا. وطبعا التمويل زي ما قلنا
له تأثير إيش كبير. طبعا نتيجة توفير الرعاية الصحية وجهود الدولة في ذلك، زي ما قلت جهود الدولة كانت توصل إلى 95% في نصف القرن الماضي وغيره، رغم أنه كان الإنفاق من الدولة محدود، بس كانت تشكل تقريبا كل الإنفاق على الرعاية الصحية، إلا أنه خلقت لي مشاكل، وهي مشاكل أزلية في الرعاية الصحية، زي ارتفاع أسعار الرعاية الصحية. بلكن إلا يتذكروا كانت تروح تزور الطبيب في عيادته، كانت الكشف حق الزيارة 10 ريال، الآن الاستشاري بعضهم 500 ريال، أوكي؟ وهلما جر، فمشكلة ارتفاع الأسعار في القطاع الطبي ارتفاع لا يتطابق مع كل الارتفاعات اللي شفناها في أسعار الخدمات الأخرى. يعني قد ما نحاول نقول والله إنه ترى أسعار الخدمات الصحية ارتفعت، هي ارتفعت بصورة جنونية وسريعة جدا جدا جدا، مو بس في المملكة طبعا زي ما ذكر دكتور هشام، في جميع دول ليش العالم. طيب أنا كيف أتحكم في الأسعار هذه؟ أنا لا يمكن النظام الصحي إنه بس يقعد يتفرج على ارتفاع الأسعار، وهذه أحدى مشاكل عندنا التأمين، وأنا شايف الأسعار بتتزايد. كيف أتحكم؟ مثلا استخدام أساليب في التحكم في أسعار الخدمات الصحية زي DRG أو زي RBRVS، هذه أساليب محاسبية ومالية وإحصائية طبية تتحكم في تكاليف المرض من حيث التسعيرة والعلاج، أوكي؟ فهي طبعا ليست تسعيرة لأنه إحنا اقتصاد حر، وإنما على الأقل أنا أحط زي ما تقول إيش دليل تسعيري للخدمات، وبالتالي لما أشوف الأسعار زادت عن الخيال يبقى لازم أسأل ليه زادت. يعني هل يعني أعطي شيء غير الموجود في DRG أو في RBRVS أو ما إلى ذلك؟ طبعا DRG هو عبارة عن برنامج لتشخيص وعلاج الأمراض بتحديد التكاليف، RBRVS هذا بالنسبة DRG بالنسبة للمستشفيات التنويم نسميه أسعار الأمراض، برنامج عالمي من أرقى البرامج اللي طبقت عالميا. RBRVS وجدوا أنه DRG هذا يتحكم في التكاليف، بس ما يتحكم في تكاليف أسعار المستشفيات، بس ما هو زي RBRVS اللي هو يسموه Resource Based Relative Value Scale، هذا يتحكم في أسعار الخدمات الصحية خارج المستشفيات. الآن الاتجاه العالمي الآن تقليل عدد الأسرة، الآن في المستشفيات في أمريكا عفوا في مستشفيات بتقفل أبوابها، ففي اتجاه لتقليل عدد الأسرة والاتجاه للرعاية خارج المستشفيات، وهذا طبعا يساعد على تقليل ليش الأسعار. طبعا زي ما قلت التحكم في الأسعار هذا من القضايا الرئيسية. كمان عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في النظام الصحي السعودي، وهذه مشكلة مو بس القطاع الصحي، جميع القطاعات تعاني منها، وهي البيروقراطية المركزية المفرطة إداريا وماليا. اللي اشتغل في القطاع الصحي واللي عاش في القطاع الصحي ويشوف شغلات عقود المستشفيات، أو لما نيجي يبغى يجيب جهاز طبي ويقولوا له والله هذا السعر أحسن من هذا السعر، ولا لما نبغى أجيب شركة وأجي الشركة دي تقدم لي عطاء لتشغيل السرير ب100,000 وهذا تقدم لي عطاء ب200,000، يقولوا لا تأخذ أرخص سعر، بغض النظر شوف بغض النظر عن الشركة هذه والشركة دي، تيجي تشوف ليش طبعا العملية مركزية، نظام مركزي يعامل القطاع الصحي زيه زي أي قطاع آخر، أقل الأسعار، أوكي؟ وبالتالي يجب النظر إيش لهذا الأمر. طبعا القضية الثالثة وهي تحسين الجودة، تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء موضوع الساعة كما يقال، ووزارة الصحة في الحقيقة لها استراتيجية الآن تطبق بتطبيق نظام جودة شامل على جميع مستشفيات وزارة الصحة. الآن أكثر من 25 مستشفى نجحوا في الحصول على صباحي أو برنامج تطبيق الجودة في وزارة الصحة، والاتجاه لتطبيقه على جميع المستشفيات. بس الآن بدأنا على الأقل إحنا نطبق برامج الجودة، ما كان عندنا برامج جودة سابقا، وبلكن المستشفى الجامعي بلكن من أوائل المستشفيات اللي حصلوا على ليش شهادة الجودة الكندية سابقا، وأعتقد إيش في بعض المستشفيات الحكومية زي التخصصي وغيره كمان في هذا المجال. القضية كمان الأخرى وهي التوزيع العادل والمتوازن لخدمات الرعاية الصحية جغرافيا وسكانيا، بلكن وأنا تكلمت عن هذا الموضوع
وقلت لكم هذه القضية تشكل هاجس للناس. أوكي؟ إحنا الآن نسمع في اتجاه لجدة والرياض، بل بعض الناس يقرروا الانتقال للعيش في جدة والرياض لأنه عنده والد مريض أو أخ مريض أو أخت مريضة، أوكي؟ ولا يجد لهم الرعاية الصحية في مناطق بعيدة عن جدة والرياض. وبالتالي أنا أصبحت أعاني هنا من مشكلة إنه التركيز على الرعاية الصحية في جدة والرياض، حتى لو جيت طالع في المدن الأخرى الأقل كثافة سكانيا زي مكة والمدينة، حتجد إنه الناس يبحثوا عن سرير ويبحثوا عن طبيب ويبحثوا عن دايل يعني كيدني دايلسز ماشين في بعض هذه ليش المدن، على الرغم من ليش إنه فيها كثافة سكانية معقولة وفيها احتياج الخدمات الصحية. فالتوزيع العادل للمرافق الصحية يجب إعادة النظر فيه. كمان التمويل المناسب، ترى لا يوجد دولة، التمويل المناسب للخدمات الصحية لا يوجد دولة مهما بلغت درجة من الغنى. أنا أعتقد ما في دولة عندها فلوس زي أمريكا، إحنا عندنا بترول أوكي، بس هم عندهم عملة صعبة وعندهم قطاع اقتصادي ضخم جدا جدا أوكي. وبالتالي أمريكا بكل ما صرفته، شوف معدل الصرف زي ما ذكر الدكتور هشام 6700 دولار للفرد الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية، يعادل هنا في المملكة أقل من 500 دولار. أوكي؟ طيب إيش الحل؟ الحل زي ما قلت، إحنا لا يشارك القطاع الخاص ولا يشارك المواطن في تمويل القطاع الصحي، يجب إعادة النظر إيش في ذلك. إعادة تنظيم المرافق الصحية مطلوب، وتنمية القوى العاملة. وأعتقد أنا يعني أتوقف هنا وأنتقل إلى أكمل برضو عندي باقي ولا أوقف؟ قلت لي أسرع. طيب برضو من المشكلات التي تواجه المملكة تغير نمط الأمراض، وهذا بطبيعة الحال لما تغيرت الأمراض أدى إلى تغير نمط الوفاة. أوكي؟ ولذلك مستشفياتنا بحاجة إلى إعادة النظر في الخدمات العلاجية التي تقدمها، أوكي؟ بما يتطابق مع الوضع الصحي للسكان ومع الأمراض المنتشرة عندنا. كذلك في عندنا تضخم المدن وزيادة كثافتها السكانية، حيث تضاعف عدد السكان عواصم المناطق الإدارية حوالي 5 مرات خلال الفترة من عام 1394 إلى عام 1425 هجري. وطبعا المرافق الصحية أعدادها لم تتزايد بما يعادل الزيادة السكانية. كمان برضو من المشاكل والتحديات التي تواجهنا النقص الواضح في الكوادر الصحية المؤهلة التأهيل المناسب، والسعودية بصفة خاصة مقارنة يعني بالدول الأخرى، وبالذات نتكلم عن توطين الوظائف، يعني على الرغم من مضي 40 عام على التعليم الصحي، شوف أكثر من 40 عام، ولا زال نسبة الأطباء عندنا زي ما تعرفوها، ونسبة التمريض والباراميديكال وما إلى ذلك. أوكي؟ ولذلك يجب إيش التركيز على هذا الشيء. مشكلة الآن بيعانوها الإخوان في القطاع الصحي وفي القطاعات الصحية سوء توزيع الموارد البشرية الصحية التخصصية، يعني مثلا الأطباء أجي ألقي يروحوا يركزوا مثلا على طب الأسرة والمجتمع، كل الناس رايحين طب أسرة ومجتمع. طيب يا هو ما في أحد بيروح تخدير، يا هو ما في أحد بيروح أوبجاينة، يا هو ما في أحد. وبالتالي نجد في تخصصات فيها أعداد سعوديين بأعداد كبيرة، أوكي، ونجد في تخصصات فيها قلة وندرة، ويجب أن يكون في توزيع متوازن للتخصصات هذه، وإلا حنفاجأ إنه في مستشفيات ما عندنا، زي ما نسمع بعض المستشفيات مش حق التخدير، ما عندنا واحد حق التخدير، نوقف غرف العمليات وإلى آخر ذلك. أوكي؟ طبعا في عندنا كمان نقص واضح في تمويل خدمات الرعاية الصحية، وهذه مشكلة يعني مزمنة. وفي عندنا كمان ضعف للقطاع الخاص
وفي عندنا عدد يعني عدم وجود عدد كافي من المؤهلين في القطاع الصحي. وأخيرا وليس آخرا، دور الوزارة الإشرافي والرقابي على النطاع الصحي دور ضعيف. أوكي؟ إنه الوزارة مشغولة، لا تلام، مشغولة بتقديم الخدمات، وبالتالي المنهمك في تقديم الخدمات لا يستطيع أن إيش يركز على الدور الإيش الإشرافي والرقابي. طيب الإخوان بيسألوني الحلول، الحلول شايف، أنا قلت خليني أجيب ليش الحادي. إيش الحلول؟ في حلول مسكنة، أنا كنت دائما أسميها حلول مسكنة، تسمعوها دائما في كل اجتماع وفي كل ندوة وفي كل لقاء صحي. تفعيل مجلس الخدمات الصحية، تحويل التنظيم الإداري إلى اللامركزية، إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية، تحقيق التوازن بين مناطق المملكة المختلفة، رفض جميع المراكز الصحية بالمستشفيات، الترشيد في استخدام الموارد. هذه ترى الحلول مقترحة في الاستراتيجية الصحية الجديدة للعشر سنين القادمة. أوكي؟ وهذه أنا قدمتها في ورقة قبل 10 سنين لوزارة الصحة، يعني في برضه في مؤتمر زي كده. أوكي؟ طيب يعني هل هذه حلول أنا أعتبرها مسكنة؟ تأخذ الحلول يعني جزئيا. طبعا برضو من الحلول اللي وجدوها الآن إنه إيجاد بدائل للتمويل، وطبعا كمان خصخصة القطاع الصحي وإيجاد برامج جديدة لتشغيل المستشفيات زي برامج التشغيل الذاتي. هذه اللي أنا أسميها الحلول ليه المؤقتة أو الحلول المسكنة أو الحلول التروديشنال التقليدية اللي أنا ماشيين عليها فترة من الزمن لم تتغير. طيب إيش الحل؟ الحل الجذري، وحان الوقت ولنا فترة تقريبا نتكلم عن إصلاح النظام الصحي، وبلكن هذه مناسبة نعلنها بصراحة إنه النظام الصحي بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري. أوكي؟ ويجب أن يتم الإصلاح هذا للنظام الصحي بالكامل. أوكي؟ وعلى مراحل. أوكي؟ وهذا ليس بدعة، يعني بالنسبة للقطاع الصحي في قطاعات أخرى تم فيها هذا الكلام داخل المملكة. أوكي؟ أول شيء وزارة الصحة بهيكلها الكبير أكثر من 160 ألف موظف وزارة الصحة أصبحت عقبة بيروقراطية في تقديم العلاج. أوكي؟ إذن إيش الواجب؟ تقسيم وزارة الصحة إلى منظمات مستقلة ماليا وإداريا، وتحويلها مثلها مثل خطوط السعودية، مثلها مثل المؤسسة العامة للتحلية، مؤسسات ناجحة. التحلية الآن تتفاخر أنها تضاهي أرامكو وأحسن من أرامكو. وكيف حققت الإنجازات حقتها؟ إنها مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، عندها نشاط معين مركز عليه، تنتج مياه وكهرباء ما توزعها. شوف أوكي؟ التوزيع على مين؟ على شركة المياه الوطنية. وبالتالي أنا أقترح أنه تنشأ هيئة مستقلة أو منظمة للمستشفيات مستقلة ماليا وإداريا، لكل مستشفى ميزانيته. وبالتالي أنا هنا أول شيء يكون فيه فعالية، أقدر أحكم على المستشفى حقق أهدافه، أقدر أحكم على المستشفى فيه له كفاءة ولا لا من استخدامه للموارد، وفي نفس الوقت في عدالة في توزيع الموارد وفي تحمل التكاليف. أوكي؟ كذلك نفس الشيء بالنسبة للرعاية الصحية الأولية. الآن النظام اللي ماشي عليه الوزارة البيبان، ولكن الدكتور هشام يكلمكم في الميزانية ما شاء الله إيش خبير في البيبان. هذه الميزانية من أيام والدي الله يرحمه، وهو هذا النظام الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع. الباب الأول الرواتب، ما تمسوا هذا تلتين ليش 160 ألف موظف أكلت تلتين الميزانية حقت وزارة الصحة. إيش بقي؟ صارت وزارة بيروقراطية تصرف رواتب بغض النظر عن النتائج النهائية. أوكي؟ إذا لو فصلت الرعاية الصحية الأولية وعطيتها ميزانيتها، أوكي؟ الرعاية الصحية الأولية كمان يجب انه انا ما اقدر اعزز الرعايه الصحيه الاوليه وابغاها تنجح وما ايش يعني اديها الميزانيه المستقله واخليها مستقله اداريا وماليا. وهكذا بالنسبه للاجزاء الاخرى على الوزاره. اذا يجب اصلاح انه الوزاره تمثل او القطاع الحكومي يمثل 80% من الخدمات الصحيه، يجب اصلاحه جذريا باعاده النظر في الهيكله وفي التنظيم وفي التمويل بالنسبه للرعايه الصحيه. طبعا يجي بجزء اخير
أنا بدي أتكلم عنه، وهو أنه يكون في عندنا نظام رديف للنظام الحكومي وهو التأمين الطبي. الدكتور هشام أتكلم عنه باختصار. يجب كمان التأمين الطبي أن يكون له هيئة وطنية مستقلة من المؤهلين فعليا وليس شكليا في التأمين الصحي، وتطبيق التأمين الصحي على المواطنين تدريجيا عن طريق جهات العمل، والاستفادة من التجربة الفرنسية والكندية. ليه يعني احنا نبدأ من حيث وصل، يعني ليه ما نبدأ من حيث وصل الآخرون؟ يعني فرنسا حققت المرتبة الأولى لأنه عندها نظام الـ NHI في كندا. أوكي، أخذ من هذه الدول العبر والدروس اللي بنته في أكثر من 100 سنة من النظام الصحي. ما أبدأ التأمين الصحي كما بدأت أبو عندنا وفي الأخير 12 شركة تأخذ فلوس المؤمنين وتقفل أبوابها بتمشي. ليه؟ تتذكر أنا أقول ضعف الرقابة في الوزارة، ضعف الرقابة والإشراف على شركات التأمين. مين يشرف على شركات التأمين؟ شركات التأمين يشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات التأمين الصحي من يشرف عليها؟ مجلس الضمان الصحي السعودي. وبالتالي يجب أن يكون في هيئة مستقلة للتأمين الصحي السعودي، وكذلك فتح السوق الصحي السعودي للاستثمار. السوق الصحي السعودي يعاني من الاحتكارية المحدودة. اللي اشتغل في القطاع الصحي الخاص يشعر بذلك. إذا جيت تأتي تنشئ مستشفى تشوف البيروقراطية، إذا جيت تفتح مستوصف تشوف البيروقراطية، إذا جيت تسوي شركة تأمين صحي تشوف البيروقراطية. فيجب فتح الاستثمار في القطاع الصحي وإلغاء جميع القوانين والقيود التي تعيق الاستثمار في الرعاية الصحية. شكرا لكم ومعذرة على الإطالة. شكرا لسعادة الدكتور حسين محمد برعي على هذه المحاضرة القيمة التي تتكلم فيها عن النظام الصحي السعودي في المملكة. الآن نفتح باب الحوار مع الزملاء المتحدثين والإخوة الحضور في لقائنا العلمي. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد المزجاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاضرة رائعة من كلا زميلين الفاضلين ومقدمهما، وكنت أتمنى أن يكون الحضور من زملائي أعضاء هيئة التدريس ومن الطلاب الملتحقين بهذا القسم الوليد الذي يبشر بخير إن شاء الله. في الحقيقة هذا الطلاب، أنا دكتور أحمد ترى طلاب القسم الجديد هذا كله. إدارة عامة ما هي فيه؟ لا، في مجموعة من الإدارة عامة سارد على الخدمات الصحية برضو ما شاء الله موجودين. طيب، أنا بس يعني في حاجة لفتت انتباهي، إنه هناك شيء يقوي من الخدمة الصحية ولا يحظى باهتمام كامل، لا باهتمام رسمي ولا باهتمام شعبي، وتتفاقم هذه المشكلة وتؤدي إلى كوارث صحية عندنا، وهي البيئة. يعني شرق الخط السريع بيئة خصبة جدا لتوليد أمراض جديدة وحشرات جديدة ما نعرفها. يعني كلنا ليس ببعيد عن مسميات حمى جديدة طلعت، ضنك ومدري إيه وكلام، كله بسبب إهمال بعض المؤسسات الحكومية المكلفة في خطط التنمية بالتصدي لمثل هذه الأعراض ومثل هذه الأوضاع السيئة في الحقيقة. فلا يمكن الصحة أن تقدم خدماتها كما تأمل وكما تطمح في ظل هذه البيئة السيئة. فحبذا لو أتيحت لكم الفرصة يعني تسلطوا الضوء على النواحي البيئية الكارثية والتي تتوالى وتتفاقم بسبب
عدم وضع احتياطات للسيول وللمستنقعات وللبحيرات التي تغطي كامل مساحة جدة للأسف الشديد. وشكرا. دكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للإخوة المحاضرين اللذان أثبتا أنهم لديهم خبرة هائلة في موضوع الرعاية الصحية ضخمة جدا، وإن شاء الله ربنا يفيد المجتمع بهم. ولسعادة الدكتور المنسق الدكتور عمر زيان وسعادة العميد اللي هو كان السبب الأساسي في حدوث مثل هذه النقاشات، شكرا لكل من ساهم وشارك. الحقيقة أنا لست متأكدا مما تفضل به الدكتور برعي من أنه النظام اللي تتبناه الدولة هو أفضل نظام، وفي فراغات كبيرة جدا وواضحة. يعني مثلا قبل بضعة أيام كان الأستاذ الدكتور ياسر جمال بيقول إنه في 300 سرير في الجامعة حتى الآن لم تستغل. هذا فقط مثال. في عندنا كثير من الأمور تتطلب إعادة النظر. شركات التأمين اللي تفضلت بها وذكرتها، ووجود ثغرات، كنا موعودين من قبل 6 إلى 7 سنوات أن يكون في تأمين طبي للمواطنين، لم يتواجد حتى الآن. وزي ما تفضلت إحنا بدأنا نكبر في السن وبدأنا نحس ما الذي يمكن أن يحدث لنا إذا ما كان عندنا قريبنا فلان في الموقع الفلاني أو صاحبنا فلان يدحشنا دحش زي ما تم دحش الدكتور الصباب، الأستاذ الدكتور الصباب عليه رحمة الله وغيره، وقضوا في تلك النظم. وطبعا هذا عمر بيد الله سبحانه وتعالى. أنا أجد إنه الدروس اللي يمكن يستفاد منها سواء في كندا أو فرنسا أو كوبا أو الولايات المتحدة، وما يقوم به الآن السيد أوباما رغم كل محاولات المقاومة التي تحدث من قبل بعض القطاعات، وخلينا نقول بصريح العبارة إنه الميديكال يونيونز في أمريكا من أقوى اليونيونز الاتحادات العمالية، ولذلك أي محاولة يتحرك بها أوباما يلاقي هجوم شديد. الآن إحنا إذا استفدنا من هذه الدروس أنا أتصور والله العالم إنه سنأتي بنظام موائم لطبيعة المملكة العربية السعودية اجتماعيا وجغرافيا. أنا حتى الآن لا أجد نظم مصاحبة يعني النظام الحالي. النظم المصاحبة غير موجودة، الدراسات الاجتماعية غير موجودة، ولذلك الكل يأتي بconclusion أو نهايات قبل أن يقوم بالدراسات. وشكرا. تفضل دكتور. دكتور حسين. طيب يعني أنا طيب حنعطيكم فرصة دقيقة بس يرد الدكتور حسين أول. طيب أنا معليش أبدأ بنقطة نظام التأمين وأفضل نظام صحي. أنا طبعا ما قلت أول شيء إنه النظام الصحي إيش يعني، بلكن إيش عشان لا تفهموني، قلت بالموارد التي وضعت في النظام. يعني أنا قلت إنه المحصلات النهائية اللي حصلنا عليها لما نقول معدل الحياة 73 في المملكة، ترى يا ناس يجب إن إحنا نحكم الواقع من يعني نشوف العملية. إحنا قبل 50 سنة كان معدل الحياة عندنا للنساء 36 سنة وللرجال 44 سنة. اوكي، فلما نجي اقول لك الان معدل الحياه 73 سنه، انا اعتقد انه النظام الصحي حقق انجازات. لما اقول لك المورتاليتي ريت والموربيديتي ريت انخفضت بحوالي 70%. اوكي، يعني اديكم مثال، المملكه كانت تعاني من الكوليرا، كانت تعاني من الملاريا، بل كي لما حضرها انا حضرتها في مكه ومع الحجاج. اوكي، الان كثير من الامراض اختفت من الوجود. اوكي صح، وأعود لنقطة الدكتور أحمد إنه كثير من الأمراض والأوبئة بدأت تظهر من جديد. في الحقيقة لأنه الصحة العامة جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية، فأنا مو معقولة أعالج وأنا في نفس الوقت أسبب ليش
الأمراض، فالنتائج اللي أنا أقصد من الموارد المحدودة شوف إلا أعطيت هي نتائج طيبة حققها. أوكي، إحنا نطمح، والوزارة في الحقيقة اللي يقرأ الاستراتيجية يعني تطمع، وبلكن يعني خادم الحرمين الشريفين أو للرعاية الصحية جل اهتمامه، بدليل زي ما ذكر هشام الآن أكثر من 50 مليار لوزارة الصحة. طبعا لما نقول 50 مليار وكانت قبل 10 سنين 10 مليار، يعني نكون منطقيين مقارنة الأرقام، فالأرقام يعني تتحدث عن ذلك. بس إحنا نرغب زي ما قلت لك إنه في نتائج أفضل. النتائج الأفضل بالطريقة التقليدية اللي قلت لكم عليها لن تتحقق. أوكي، الطريقة التقليدية اللي إحنا ماشيين عليها لن تتحقق. أوكي، وبالتالي نحتاج نحط نظام رديف لوزارة الصحة وهو التأمين الصحي. ومن ثم الوزارة بحجمها هذا الضخم أصبحت لا تستطيع إن هي تراقب وتشرف وتقدم خدمة. ولذلك نحن نشتكي من اللي احنا شايفين وهي في الرعاية الصحية. النقطة الثانية وأنا قلتها قبل كده، ليه التأمين الطبي ما نجح؟ لأنه مع احترامي التأمين الطبي ما في البنية الأساسية. أوكي؟ ما في أعداد أطباء كافية، ما في أعداد أسرة كافية، وبالتالي هذا اللي حاصل. لما تتسرع وتصدر نظام والبنية الأساسية ما هي عندك حيتأخر تطبيقه. شكرا. ناخذ سؤال من الشطر الطالبات. شطر الطالبات. السلام عليكم. أنا الدكتورة حسنة. واصل الصوت؟ اي واصل، تفضلي. دكتورة حسنة وكيل كلية العلوم الطبية، نشكر الحقيقة إدارة الكلية لدعوتي. بالنسبة لي كموضوع مهم، أنا تخصصي إدارة التمريض. أنا حاسة طبعاً الموضوع مهم، والمهم نركز على اللي هي الحلول المقترحة، بس أنا حاسة كمان بما إنه النظام متشعب والأشياء المشاكل أو التحديات مختلفة، أكيد المنظومة الإصلاح يكون منظومة كاملة. أنا حابة بس أركز إنه في شيء نقطة كتبت في الحلول أو الرؤية المهنية المناسبة لجميع التخصصات، وكمان أركز على تنمية الكوادر الوطنية. أنا بتكلم عن التمريض الحقيقة من الكوادر الوطنية، وكما ذكر الأساتذة الفاضل بأنه من 40 سنة أو 50 سنة قضاء برامج تنمية الكوادر الصحية، ولازلنا نحن متعثرين والأرقام تتحدث عن ذلك. أنا اللي بقوله دكتور كمان هذه من العوامل المهمة، النظرة المجتمعية لا زالت، ولكن في تقدم، ولكن لا يقارن بالاحتياج أو بالتحديات اللي بتواجهنا في المملكة. مهم جدا نحدد الأولويات، ما عندنا نظم معلومات تربط بالدراسات التقويمية. يعني لما نقيم مثلا نظام معين ما بنربطها يمكن كثير بنظم الداتا علشان فعلا نطلع باستراتيجي، يعني استراتيجي دائما للتطوير. اتكلم ايضا دكتور انه ملاحظ انه عندنا يا اما مستشفى يا اما مراكز رعايه صحيه اوليه. طيب وما في عندنا خدمات انتقاليه اللي هو يحتاجها المريض، ولذلك انا كثير لو اتكلم انا دائما عن الرعايه الصحيه في المملكه واجي اقول يا عدد مستشفيات يا عدد رعايه صحيه، نعم هذه من احدى، لكن هنلاقي في النظم الصحيه الاخرى عندهم دي كير، عندهم اذر سيرفيسز اللي لا يتطلب ويشيل العبء على يا اما المستشفى من حيث مشاركه المجتمع والفرد، زي بالضبط الرعايه اللي تلقاها وما تستدعي انهم يكونوا في مستشفيات، ولا كمان يعني يشيل بحيث نوعي الناس اللي هم في الرعايه الصحيه المنزليه اللي هي قادمه ان شاء الله رب عندنا، ولكن عمليه تطبيقها حتاخذ وقت. فانا ما ابغى اطيل الحقيقه، بس هذه مجرد يعني مشاركه ببعض النقاط التي تستدعي ان شاء الله اننا نستفيد لها. حكايه انه ما عندنا خدمات حتى اللي هم المصابين بالامراض النفسيه ويشكلوا عدد يعني والامريكا عن مستشفيات بتنفتح للصحه النفسيه، لكن ما في كوادر كمان متخصصه للاسف، وهذا بيسوي عبء لانه بيصير امري ادمشن
والعائلة ما بتعرف كيف يعني تعطيهم الرعاية بعد ما يخرجوا من المستشفيات. كل هذه عوامل